جديد الأشغال المتواصلة بملعب وهران الأولمبي هو اكتمال إنجاز أحد المداخل الرئيسية الأربعة للملعب، كما تم تنصيب الشركة التي ستسند إليها مهمة وضع العشب الطبيعي، حيث تم الانطلاق في المرحلة الأولى من الأشغال وهي بدء وضع التربة على أرضية الميدان. وبعد مفاوضات كبيرة تم اتفاق نهائيا لتنصيب هذه المؤسسة التي لها الخصوصيات آخر التقنيات فيما يخص إنجاز العشب الطبيعي. اليوم نؤكد أننا نشرف كذلك على تنصيب بصفة رسمية السيد سليم إيلاس كمدير عام للمركب، لأننا اليوم مرينا إلى مرحلة تسيير، لأن مرحلة الإنجاز نظن أننا تجاوزناها. وعن تفاصيل عملية وضع العشب الطبيعي يجيب مدير هذه المؤسسة الفرنكو جزائرية. هذا العشب الطبيعي من فرنسا وهو بمقاييس عالمية، حيث يمكن أن تلعب فيه عديد المباريات أسبوعيا. عملية بداية وضعه ستنطلق شهر مارس المقبل لتكون الأرضية جاهزة لاستقبال المباريات خلال شهر جوان. والشيء الجميل هو توفر كل الإمكانات للحفاظ على الأرضية وصيانتها. بالإضافة إلى التكنولوجيات الحديثة التي ستستعمل في وضع هذا العشب، تم توفير بمحاذاتي الملعب مشتلة للعشب الطبيعي مساحتها 1 هكتار، وهذا ما سيساعد على إصلاح أرضية الميدان دائما في وقت قياسي. وهذه الطريقة تعد هي الأولى من نوعها في أفريقيا.